تفسير قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا في هذه الآية يذكر أن المساجد تكون لله، بمعنى أنها ليست مملوكة لأحد من الخلق، وبمعنى أن العبادة التي تكون في المسجد لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده، ولذلك قال فلا تدعوا مع الله أحدا. فلما كانت المساجد لله يملكها ويملك النفع ويملك العمل الذي يكون فيها، فإنه لا بد أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وهناك من رأى أن المراد بالمساجد هنا الصلاة، فإن المسجد لما كان موطنا للصلاة وموضعا للسجود قيل عن الصلاة بأنها مسجد لأنه يسجد فيها، والصلاة يجب أن تكون لله جل وعلا، ولا يجوز لأحد من الناس أن يصلي لغير الله جل وعلا، وذلك أن الصلاة عبادة، ولا يجوز للإنسان أن يصرف شيئا من العبادات لغيره جل وعلا. ولذا كانت دعوات الأنبياء تؤكد على هذا المعنى، أن لا يعبد إلا الله، أن اعبدوا الله واتقون. وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تتوجهوا بسؤالكم وطلباتكم لأحد سوى الله جل وعلا، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا بد أن تكون لله وحده. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتوجه بالدعاء لأحد غير الله عز وجل كائنا من كان، حتى ولو كان من الملائكة أو كان من الأنبياء أو كان محمد رسول الله أو كان من أولياء الله أو الصالحين. ولذا جاءت الآيات بالتأكيد على هذا المعنى، كما في قوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكما قال جل وعلا يعيب على أولئك الذين يصرفون الدعاء لغير الله، فقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولذا على الإنسان أن يخصص دعاءه ليكون لله وحده، كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا كان الإنسان يعلم ويجزم بأن المتصرف في الكون هو الله سبحانه وتعالى، وأنه يملك القلوب ويتصرف فيها كيف يشاء، وأنه جل وعلا بيده الأمر والخلق، وبيده سبحانه التصرف بما في السماوات وما في الأراضين، وأنه النافع الضار، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفع الإنسان بشيء لم ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضره بشيء لم يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. متى جزم الإنسان بهذه الأمور فلن يتوجه بدعائه لأحد سوى الله جل وعلا، وذلك أن أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى. وقوله هنا أحد نكرة في سياق النهي، فتكون عامة فتشمل كل من سوى الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء وغيرهم من المخلوقين.